يوم وين رايحين الحين؟ الحين رايحين على مدينة اسمها باركس، اللي هي مدينة المشهورة باليمنيين، أصول اليمنيين اللي استوطنوا وإجوا قبل 200 سنة عند على الهند. كيف وصلنا لهذا المكان بالضبط؟ زي ما حكيت كنا بنلحق وجبة اللي هي الهريس. معنا هنا في الهند في شغلة اسمها حليم تشبه الهريس، فقلنا راح نشوف الحليم بعدين، فقلنا خلينا نمر. قالوا لنا في مكان عربي أو يمني بيعمل هريس، الواحد جاي متوقع أنه حتلاقي مطعم يمني بيعمل هريس زي ما في مطاعم يمنية في كل مكان في العالم. وصلنا هون وكانت الصدمة، يعني احنا صحينا الصبح عشان بس نلحق دق الهريس وناخذ صحن ونروح. عن جد دخلنا المنطقة، أنا لفجأة يعني حسيت إنه أنا مش في الهند، أنا في اليمن. عن جد واحد زي اللي هيك، واحد شاله من 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 الهند وحطه في اليمن. بالضبط، أشوف الناس الغتر يمنية. صحيح. القميص يمني، الوزار يمني. صحيح. اللحية لون الحنة تاع اللحية هذا الحمراء. السلام عليكم. السلام عليكم عمي. كيف الحال؟ الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله، الله يسلمك. إيش العمي إيش اسمك الكامل؟ أنا اسمه عمر بن محسن العوبثاني. ما شاء الله. أنا حضرمي، مولود هند. يمني حضرمي، وادي العين، الأوبثاني، قبيلة الأوبثاني. ما شاء الله. هذا منطقة باركس، هني كله يمنيين حضرميين. أنا عمر بن موسين الأوبثاني قبيلة، مزوجة بن محفوظ بن طيران قبيلة. ما شاء الله. مع أمي با مجبور ديني. هذا هاي عوائل عربية أصيلة. Assalamu alaikum. I am born and brought up in Hyderabad, but my forefathers are from Yemen. Basically, they are from the Al-Jabri clan. Masha and Allah. My grandmother is from the Baghazal clan. Baghazal, Jabri and Baghazal. نرجع للعوائل العربية. أنا ماشي هون كل شوي قاعد بذكر حالي باسل ترى احنا في الهند مش في اليمن. المهم أول شغلة بدنا ناكلها، وإيش السبب اللي جايبنا هون؟ الهريس الحضرمي.